يعني بسبب ضغط النظام والحصار اللي فرضوا على المنطقة عندنا بشكل عام، يعني ما في مازوت وكهرباء شبه معدومة، اضطرينا انه نلجأ للحطب وما حطب وحتى النايلو بعض الاحيان، في ناس يعني ما حتى الحطب ما عم تملكه وفي صعوبة بتحصيله، حتى يعني في ما طرقات بدك تمرك من عند النظام بده يضرب عليك، ده بس بدك تتحمل شو بدك تسوي، برد وشتاء وهواء وسكع، يعني هذا الوضع.